حضرة صاحب العزة رئيس المجلس الحزبي بالاسكندرية، يهمني ان اخطر عزتكم بان حورية محرم الوصية على القاصر امير محرم قد بددت ثروته كلها. يا وديع افندي. افندي ارفق البلاغ ده بدوسين قضية نمر 17 الخاصة بالمرحوم محرم بيه وقدمه للجلسة المقبلة للمجلس الحزبي. بعد الاطلاع على الاوراق قرر المجلس احالة ملف قضية تركة المرحوم محرم بيك إلى النيابة لإجراء التحقيق. المجلس الحزبي قدم لنا بلاغ بيتهمك فيه بتبديد تركة القاصر أمير محرم. جوابك على كده إيه؟ مين اللي قال الكلام ده؟ إنسان أشفق على الطفل، ومع ذلك ده مش المهم، المهم حصل كده ولا لأ؟ حصل. وفين الأموال دي؟ سلفتها الناس. عندك ما يثبت ذلك؟ في إمكانك تسترديها؟ ظورت بإمضائك إذن كاذب من المجلس الحزبي؟ جوابك على كده إيه؟ ما بترديش. فكرتي كويس وإنت بتعملي العمل ده، عقابك هيكون إيه؟ حكمت المحكمة على المتهمة حورية محرم السجن 5 سنوات حكما مشمولا بالنفاذ. حورية؟ أيوة. كلمي. منين؟ من الشباك. مين؟ رؤية. إيه اللي رماكي هنا؟ قوليلي. حكايتي طويلة يا رؤية، بعدين أبقى أحكيها لك. أوعي تكوني غضبانة عليا يا ستي، المحكمة ما صدقتنيش وحكمت عليا، لكن وحياة ضحى بنتي أنا بريئة من دم سيدي محرم بيه. انتي سمعاني يا ستي؟ انتي مش مصدقاني؟ مصدقاك يا رؤية. الحمد لله. طب ما تتضايقيش، ان طلبت نقلي في العنبر اللي انتي فيه. يا ريت يا رؤية، يا ريت. بكرة هطلب من ملاحظة. قوليلي سي امير ازايه؟ امير وديته مدرسة داخلية. وانتي ضحى عاملة ايه؟ بتشوفيها؟ لا انا منبهة ما تزورنيش، في بنت تزور امها في السجن. البركه في ام علي. قادر ربنا يفك سجنك وتخرج لها بالسلامه. مين عارف. يلا عمر.